شهد مهرجان البحرين السنوي للتراث في نسخته 26 منذ انطلاقه وحتى اليوم إقبالا لافتا من قبل الزوار من مختلف مناطق مملكة البحرين، تجاوز عددهم 15,000 زائر. وسيبقى المهرجان مستمرا حتى 5 مايو الجاري، حيث يقدم للجمهور فرصة مميزة لقضاء أوقات ممتعة. ما تزال مدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018 تعايش أياما ثقافية غنية بالعديد من الفعاليات التي يقدمها مهرجان التراث السنوي 26، مستحضرا عناصر الموروث الشعبي البحريني بعنوان ذاكرة المحرق، أيام عاشها الأجداد وسط طقوس وعادات أبت أن تخرج من الذاكرة ليتوارثها الأبناء جيلا بعد جيل. طبعا احنا مشاركين في المهرجان بعدة مسابيح، والمسابيح شيء مهمة يعني حسب تراث أجدادنا، حسب اللي شفناه من أجدادنا وآبائنا، إن كل واحد لازم يقتنع عنده مصباح عن يمشي فيه. في طبعا عندنا أنواع من المسابيح، في التراب الكهرم، عندنا اليسر، عندنا الحجر الطبيعي، عندنا الصناعي بعد، وهاي الشيء طبعا نفتخر فيه. طبعا مهرجان التراث يمكن زائريه من الاطلاع على مجموعة من الحرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالبحر وبأشجار النخيل، وبتلك المرتبطة بالأزياء والحرف والصناعات التي اشتهرت بها البحرين منذ القدم، والتي كانت تشكل حياة الماضي الشاقة التي لا تشبه يسر هذه الحياة. أنا أول مرة أشارك في هذا المعرض وشفته وايد زين، يشجعنا كأسر منتجة في البحرين، وإحنا نعرض هذه بهاراتنا على يعني الناس اللي أتي، وتعرفين رمضان الناس محتاجين حق البهارات. مشاركتي في مهرجان التراث ليست المرة الأولى، لكن يمكن 4 سنوات أو 5 سنوات أشارك في هذه المهرجان، وبفضل الله ثم إدارة المهرجان ما قصروا معاي. بعدين وجدنا إقبال كبير على التمور، بحيث ان احنا بلد يعني موصوف عنه، معروف عنه ان احنا بلد المليون نخلة وبلد التمور، فوجدت في هذه المهرجان إقبال كثيف على التمور ومنتجات التمور وبيع التمور وشراء التمور، فاستفدنا ماديا واستفدنا ان الناس تعرفت علينا ازيد فازيد. عروض موسيقية مباشرة وفرق أخذت الجمهور في تجربة سماعية لتلك الأهازيج الشعبية التي تحيي من خلالها أجمل الألحان البحرينية، وتعيد تقديم فن الصوت البحريني الأصيل في مجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية التقليدية التي لا تزال مملكة البحرين في حفاظ مستمر لهذا التراث الشعبي العريق. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.